عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي، عندنا الوحدة الخامسة في الرياضيات المتغيرات التابعة والمستقلة، اللي هو مفهوم الوحدة بتاعتنا استكشاف العلاقات بين متغيرين. بين هنا أنواع المتغيرات، أول حاجة عندي حاجة اسمها المتغير المستقل، وده لا يتحدد قيمته بأي متغير آخر يتسبب في تغيير المتغير التابع. المتغير المستقل ده ما بيتغيرش او حد بيأثر عليه، لا ده مستقل. المتغير التابع ده بيتحدد قيمته حسب قيمه المتغير الايه المستقل. زي مثلا اديك مثال بسيط كده، لو انا قلت لك عندك انت اشتريت اقلام، خلاص كده اشتريت مثلا القلم الواحد بخمسة جنيه، ماشي؟ طيب هتدفع للراجل كام؟ اللي انت هتدفعه للراجل ده متغير تابع، ده على حسب عدد الاقلام اللي انت ايه اشتريتها. طب انت اشتريت 3 اقلام، يبقى 5 في 3 بكام؟ ب 15. يبقى ال 15 ده متغير ايه؟ ال 15 تابع، تمام. لكن الثلاثه اللي هم عدد الاقلام ده متغير ايه؟ مستقل. يبقى كل ما هتغير مثلا المتغير المستقل يبقى التابع هيأثر على التابع، يبقى التابع بتتحدد قيمته حسب المتغير الايه المستقل. طيب ناخد مثال، بيقول لي سعر الكتاب يعتمد على عدد الصفحات. طب انا عندي هنا المتغير التابع والمتغير الايه المستقل. المتغير التابع هيبقى سعر الكتاب، هيتغير بتغير مين؟ عدد الصفحات. يبقى المستقل هو عدد الصفحات والتابع هو كتاب ايه؟ كتاب فيه 20 صفحه غير كتاب فيه 40 صفحه غير كتاب فيه 60 صفحه، كل ما عدد الصفحات هتزيد يبقى ايه؟ يبقى هيتغير ايه؟ ثمن الكتاب. يبقى قيمه الفاتوره تعتمد على الاستهلاك، يبقى الاستهلاك هيبقى متغير مستقل وقيمه الفاتوره هتبقى متغير تابع. كل ما الاستهلاك هيزيد كل ما هيتغير بقى ايه؟ قيمه الفاتوره. طيب حدد المتغير التابع والمتغير المستقل في كل مما يلي: عندك عدد الوجبات وعندك الايه الارباح بالجنيه. عدد الوجبات هنا 4 وهنا 8 وهنا 12، كل ما زادت عدد الوجبات الارباح مالها هتزيد. يبقى مين التابع هنا؟ يبقى التابع اللي هو الأرباح. لكن عدد الوجبات هو ده الايه المستقل. المستقل. يبقى انا هقول كده اهوت المتغير التابع هو الارباح والمتغير المستقل هو عدد الوجبات. السؤال الثاني، مديني هنا كتلة الدي بالكيلو جرام وهنا عدد الايه الارغفة. طب ركز كده معايا، مين بيأثر على مين؟ كل ما عدد الارغفة هتزيد ها كتلة الدي هيحصل لها ايه برضو؟ هتزيد. ولا كتلة الدي بتزيد يبقى عدد الارغفة تزيد. كل ما مين كتلة مين الدقيق؟ مين الصح؟ ده هنا عندي المستقل اللي هو كتلة الايه؟ الدي. وعدد الارغفة هو ده التابع، لان هو ده بيتغير بتغير الوزن او الكتلة بتاعت الايه. يعني لما استخدمنا كيلو واحد من الدقيق عملنا 15 رغيف، لما استخدمنا 2 كيلو عملنا 30، طب 3 كيلو عملنا 45. التابع هو عدد الارغفة لكن كتلة الدي هي الايه؟ هي المستقل. يبقى المتغير التابع عندي هو مين؟ هو عدد الارغفة. طب والمتغير المستقل كيلو جرام هي دي اللي هي المستقل. اذا كان عمر يسير بمعدل ثابت 20 كيلو متر لكل ساعة، اكتب معادلة تعبر عن الموقف السابق وما عدد الكيلومترات التي يقطعها عمر في 3 ساعات. طيب بفرض ان المسافة اللي هيقطعها عمر هنخليها واي وعدد الساعات هنخليها اكس، يبقى انا هقول كده ان عندي عدد الساعات هيبقى ده المستقل، والتابع اللي هيتأثر بيه هو الناتج اللي هو واي، يبقى واي هتساوي 20 في اكس. عدد الساعات كان قايل لي عليها 3 ساعات بالزبط. يبقى انا لو حابب بقى اجيب الناتج اقول له 20 في 3 هيساوي 60، لكن هنا انا دلوقتي بدور على ايه؟ على المتغير التابع والمستقل، هقول له واي اللي هو المتغير التابع والمستقل اللي هو الايه؟ اللي هو الاكس. طيب يبقى احنا هنقول كده 20 في 3 هتساوي 60 كيلو، وهنا عندي كده تمييز اللي هو كيلو متر. سؤال المتفوقين، بيقول لي اكمل المتغير نقط، هو المتغير الذي تتحدد قيمته باي قيمه او متغير اخر. مستنيين اجاباتكم اسفل الفيديو في التعليقات. عندنا مثال كمان بيقول لي استخدم المتغيرين اكس وواي، حيث اكس متغير تابع واي متغير تابع، اكتب معادله لكل قاعده. طالما متغير تابع ما انا هبدا بيه واي الاول، تمام كده؟ يبقى لازم ابدا بايه؟ بواي، هو ده المتغير التابع، واي بتساوي ماشي
تمام. طب المتغير المستقل هو الاكس. طب تعال نشوف هو عايزني اعمل ايه. اضرب فيه 5 من 10 يبقى 5 من 10 في اكس يعني 5 من 10 ايه اكس على طول. طيب اجمع 8 يبقى انا عندي الواي هيساوي اكس زائد 8. اضرب فيه 3 ثم اجمع 4. طب واي بتساوي لما اضرب الاكس في 3 هتبقى 3 اكس، بعدين اقول له زائد كام؟ زائد 4. سؤال المتفوقين بيقول ان فقد ساره 200 جنيه لشراء 10 العاب، فما المعادله التي تعبر عن العلاقه بين عدد الجنيهات ب وعدد الالعاب ج؟ مستنيين اجاباتكم اسفل الفيديو في التعليقات. مثال تاني هنا بيقول لي الجدول التالي يوضح العلاقه بين اكس وواي، اكتب معادله تعبر عن هذه العلاقه. مديني هنا اكس وواي وتعالى كده انت تستنتج العلاقه بتاعتك هنا هي ايه اللي بيربط الاكس بالواي. لو انت لاحظت كده الصفر بقت 4 حصل لها ايه؟ زادت. طب الأربعة زادت كام؟ زادت 4. طب الأربعة بقت 8 زادت كام؟ زادت 4. طب ال 8 بقت 12 زادت كام؟ زادت 4. ال 12 بقت 16 برضه زادت كام؟ 4. يبقى الاكس انا جمعت عليها 4 بقت ايه؟ بقت الواي. يبقى اقول له واي تساوي، احنا اتفقنا المتغير التابع اللي هو الواي ده اللي هبدا بيه على طول. يبقى هتقول اكس زائد اربعة. 4. ماشي. هنا الاكس والواي، الاكس بواحد والواي بخمسه، الاكس بثلاثه والواي احنا لو جربنا جمع هنا مش هينفع. هندور على ايه؟ على ضرب بدل بتزيد. يبقى اتضربت في كام هنا؟ اتضربت في خمسه. يبقى واحد في خمسه بخمسه، ثلاثه في خمسه بخمستاشر، خمسه في خمسه بخمسه وعشرين، خمسه في تسعه بخمسه واربعين. طب نكتب المعادله هتبقى واي هتساوي، احنا قلنا ضربنا في خمسه يبقى ايه؟ خمسه اكس. خلاص يبقى احنا كوننا كده الايه المعادله بتاعتنا. التمثيل البياني للمتغيرات التابعه والمستقله. طب ناخده جزء ثاني كده بيقول لي اكمل الجدول التالي ثم مثله بيانيا باستخدام المعادله واي بتساوي اكس زائد 1. هنا بقى مديني العلاقه تمام كده او المعادله دي وبيقول لي مثل بيانيا. انا عشان امثل بيانيا على الشبكه التربيعيه انا محتاج النقط اللي هي الاكس واي. فاكرين الزوج المرتب؟ الزوج المرتب يا جماعه كنا بنكتب الجزء الاولاني الاحداثي الاكس، احداث الاكس ده بيتكتب جهه اليسار، واحداث الواي اللي هو الاحداث الراسي ها ده اللي هو بيتكتب ناحيه الايه اليمين. فده اسمه زوج مرتب. طب انا عشان اوصل للزوج المرتب يبقى هعمل ايه؟ انا هعوض باي قيم للاكس عشان يجيب لي الايه؟ الواي. ابسط قيم بتاعتنا اللي هي 1 و2 و3 و4، هو كاتب لي 1 و2 و3 و4، نبدا نعوض في المعادله اللي عندي بقيمه اكس وابدا يطلع لي ايه؟ واي، عشان اوصل لايه؟ للزوج المرتب بتاعي. طب هنا الاكس بواحد يبقى 1 زائد 1 2. طب هنا الاكس ب 2، 2 زائد 1 3. طب هنا هزود 1 برضه، 3 زائد 1 بكام؟ 4. و4 زائد 1 5. طب تعالى بقى كده نشوف الزوج المرتب، مش احنا قلنا الاكس الاول؟ أيوة. يبقى الزوج المرتب ده واحد وكام؟ واحد واثنين. واحد واثنين. اثنين وثلاثة. نعمل الفاصلة لتحت كده. يبقى اثنين وثلاثة. طيب هنا الثلاثة وأربعة. ثلاثة وأربعة. وهنا أربعة وكام؟ وخمسة. أربعة وخمسة. طيب تعالى بقى كده إيه؟ نشوف نحفظ كده الأزواج المرتبة دي ونبدأ نرسم. ماشي. هنيجي على الشبكة التربيعية ونبتدي نرسم المحاور بتاعتنا اللي هي الإكس والواي. الإكس المحور الأفقي والواي المحور الرأسي. طب هنبتدي إن احنا نشوف الإيه الأرقام بتاعتنا أو زوج المرتب بتاعنا. وإيه الزوج المرتب ده بستفاد بيه بإيه؟ إن ده تحديد موضع نقطة على المستوى الإحداثي. بالظبط. طيب أنا عندي الإحداث الإكس بتاعي بواحد في أول نقطة والإحداث الواي باتنين، واحد واتنين. يبقى أنا هحطها هنا. يبقى أنا هشاور على الواحد وأطلع لحد الإيه؟ الاتنين. ماشي؟ يبقى أنا هحطها هنا. ماشي؟ ماشي. نعمل نقطة كده. ماشي. طيب وبعد كده بيقول لي اتنين وتلاتة، هشاور على الاتنين وأطلع لحد التلاتة. ماشي. وبعد كده هكمل. بعد كده 3 و4. 3 و4. 3 و4. ماشي. بعد كده 4 و5. ايوه 4 و5. ماشي. يبقى احنا هنشوف كده. خلاص بعد كده ايه 4 و5 وبعد كده.
طب انا عندي هنا اربع نقط ابدا بقى اوصلهم ببعض، يبقى انا كده عملت علاقه خطيه. تمام، يبقى انا كده انا مثلت العلاقه اللي طلعت لي ايه بيانيا. لما يقول لك مثل بيانيا انا هعمل جدول واكتب قيم اكس واعوض بيها في المعادله ويطلع لي قيم واي، وابدا اعمل الازواج المرتبه بتاعتي واعمل النقط على المستوى الاحداثي بعدين اوصلهم ببعض، يبقى كده عملت العلاقه الخطيه. سؤال المتفوقين بيقول لي اذا كانت المعادله واي بتساوي 7 اكس فما هو العدد المدخل؟ طيب كده مستنيين اجاباتكم اسفل الفيديو في التعليقات، وبكده وصلنا لنهايه الفيديو. ارجو نكون احنا افدناكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.